فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. يا صاحب البخاري باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. هذا الباب، وهل يترك الصبي فيمس من تمر الصدقة؟ هل يترك الصبي فيمس من تمر الصدقة؟ طبعا تعلم أن البخاري إذا فعل ذلك وسأل سؤالا وأرادك أن تصل إلى الجواب، وتعلم أنه يرجح شيئا عن شيء. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ أنت أرسلت السؤال بعد ما دخلنا في الدرس، بعد الدرس إن شاء الله. ليس قبل ذلك بابين، احنا اخذنا اخر باب اهو معي اهو الان، اخر باب اخذناه جيد خرص التمر، وفيه احد جبل يحبونه ونحبه، وهذا حديث اخرجه مسلم كذلك، وفي روايه: اما علمت ان لا تحل لنا الصدقه. والحق ان في بعض الروايات اخذ بيده يضرب فيها حنوا ويقول كخ كخ إن آل محمد تحرم علينا الصدقة، إن آل محمد تحرم علينا الصدقة. وفي قول باب أخذ الصدقة التمر عند صرام النخل، الصرام هو الجداد القطاف، ويقال ذلك يعني بالفتح والكسر، وكأن الفعال بهما مضطردان. والإسماعيلي يقول: قول البخاري عند صرام النخل يعني يريد بعد أن تصير تمرا، نعم، لأنه يصرم النخل وهو رطب فيتمر في المربد يكون تمرا بعد ذلك، ولكن ذلك لا يتطول فحسن أن ينسب إليه، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فمن رآه في الزكاة فإنما هو بعد أن يدس وينقى والكوم العرمة، يعني يأتي به تمرا للنبي صلى الله عليه وسلم إخراجا للزكاة. وجاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين فأخذ تمرة وبلغ بها إلى فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يده، وكما قلت بعد الوقت ضرب على يده وقال: كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وقوله تعالى: إن آل محمد لا يأكلون الصدقة، وجاءت في رواية: إننا نأكل الصدق، كل ذلك جاء عن الصحابة، وهذا معناه أنهم يرون الحديث بالمعنى، وهذه من لطائف الإسناد. وجابر قال ذلك، قال: أتحسبوننا نأتيكم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إحنا نقول بما كان هو قريب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبين ذلك أن الأمر على المعنى. ولذلك حوالي 13 رواية في حديث بول العربي، وفيه دلالة واضحة جدا على تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به جماهير العلم من المحدثين والمحققين من المتقدمين والمتأخرين. قال أبو حنيفة والشافعي والمالكية أيضا في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال. يبقى أبو حنيفة والشافعي بل والحنابلة قالوا بأنه لا يجوز لآل البيت شيء من الصدقة، لا يجوز لآل البيت شيء من الصدقة. وأما المالكية فقالوا في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز والمنع، وثالثا أن يعطون من التطوع دون الواجب، رابع، وهذا يرجح ابن تيمية أنهم يحرم عليهم صدقة الفرد لكن لا يحرم عليهم التطوع، رابعة يحرم عليهم التطوع ويجوز لهم صدقة الفرد لأن المنة قد تقع فيها، ولأن الحق أن صدقة الفرد حق فالمنة فيها ضعيفة.
والمنع لها كما قال ابن التين للحديث. والصحيح أن نقول لا قول لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في أخذ الصدقة لآل البيت المسألة على قولين الجماهير يرون بالحرمة، لأن النبي قال إن آل محمد يحرم علينا لا يأكلون الصدقة، لا نأكل الصدقة، يحرم علينا الصدقة. نعم، وهذا ظاهر جدا في التحريم. المالكية لهم أربعة أقوال، منها التفريق بين النفل والفرض، ومنها الجواز، ومن المنع. والصحيح المنع موافقا للأئمة الثلاثة والأئمة الأربعة يكونوا قد قالوا بالمنع، وهذا الراجح الصحيح، يعني لا خلاف بين العلماء أن الأفضل والأدلة ظاهرة في المنع. وآل النبي هم بنو هاشم وبنو المطلب كما قلنا، وقد قال سلم لبني عبد الشمس قال بنو المطلب وبنو هاشم لا يفترقان لا في جهلية ولا في الإسلام، لذلك حالهم كان نفس الحال. وقيل هم عشيرته الأقربون لقول تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم آل عبد المطلب وهاشم عبد مناف وقصي وغالب. قال وقيل أم قريش كلها. قال المحيب لا يدخل في آله من كان فوق بني هاشم من بني عبد مناف أو بني قصي. والصحيح الراجع في ذلك ما رجحه الشافعي وغيره الحمد لله بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة آل هاشم بني هاشم وآل بني عبد المطلب أبي طالب وبنو عبد المطلب. لما؟ لأنهم كما قلنا لأنهم لم يفترقا بنو المطلب وبني هاشم كانوا في الشعب معا، فلم يفترقا يعني لم يفترقا في إسلام ولا في جاهلية. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن حبان التيمي قال سمعت زيد بن أرقم وقيل له من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة، من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة؟ زيد بن أرقم سئل عن ذلك قال آل علي آل عقيل آل جعفر آل العباس. وهل الموالي تلحق؟ هذه مسألة أخرى في هذا الباب. فإذا الصدقة تحرم على النبي وتحرم على آل النبي، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح الصحيح، وأيضا أزواج النبي من آل النبي، هل مواليهم تأخذ أحكامهم أم لا؟ المسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء. أما الشافعية فقد قالوا الموالي منهم، وهذا قال به يعني الثوري والكوفيون قالوا بذلك. فالشافعي والحنفية وأيضا الثوري قالوا مواليهم منهم، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم، وقال ابن أخت القوم منهم. وعند المالكية قال أن ابن القاسم وأسبغ قال أسبغ احتججت على ابن القاسم بالحديث مولى القوم منهم، فقال قد جاء حديث آخر ابن أخت القوم منهم، فكانهم يحملون مولى القوم على ابن أخته. وقالوا معنى أنت ومالك لأبيك أي في البر لا القضاء واللزوم، ونقم بطلع مالك وشافعي ابن القاسم الحل وما حكاه عن شافعي غريب. الصحيح أن نقول الشافعية وكثير من العلماء يرون أن الموالي منهم لهم حكمهم، لعموم قولي مولى القوم منهم. ونقل قول المالكية لأن النبي قال ابن أخت القوم منهم، وقال أيضا مولى القوم منهم، فقال لعله تفسير ذلك بذلك. والصحيح المولى غير ابن أخت. مسألة ثالثة فقهية، وهي هل الصدقة تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تأويل ذلك في حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ولمكانته الرقية فإن الصدقة لا تحل له، نعم صدقة الفرض أو التطوع لا تحل له في أوساخ الناس، فلا يصح أن يكون هذا، لأن المنزلة من زي الذل هنا، الأنبياء أرفع الناس وهم أرقى الناس عن الذل والخضوع والافتقار لغير الله جل في علاه، وأن الله كفاه. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والأنبياء لم يطلبوا شيئا أمام الدعوة، قل لا أسألكم عليه أجرا، وكأنه لو أخذ ذلك كأنها أجرة على ما قدم لهم من النصيحة والإرشاد إلى دينهم. والحق أنه ما بعث الله رسولا أخذ من الناس شيئا، بل هو الذي كان يعطي وكان يفتح الله عليه ويكفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكان يقول اللهم احي مسكين وحشوني معزولين دون مساكين، وكان يدعو بالكفاية والكفاف، اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد كفافا. فمن دلائل النبوة أنه لا يأكل الصدقة، لما جاء سلمان بالهدية قال هذه صدقة، فقال أصحابي كلوا ولم يأكل، لما قال هذه هدية أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو حنيفة خالف الكل وقال الفريضة والنفل تجوز لبني هاشم وبني المطلب. وأبو حنيفة له وجهة نظر عجيبة جدا، هو المسألة عند تعطيل بيت مال المسلمين. قال إن الصدقة إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما جعل الله لهم من الخمس من سهم ذوي القربة، فلما انقطع ذلك عنهم رجع إلى غيرهم بموته صلى الله عليه وسلم، حل لهم بذلك ما كان حراما. يعني وهذا لا يصح، حتى تغير الأحوال لا يبيح لهم الصدقة أو الزكاة، هم أرفع الناس منزلة وأحسن الناس نسبا فلا يذلون. والحق أن الكتب ممتلئة بالتحريم، بتحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. نص القرآن حين قال ربنا الرحمن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أخذ الصدقة منهم سبيل إلى أن يقدحوا في دعوته. ذلك قال الطبري عن الأحناف لا القياس أصابوا ولا الخبر اتبعوا، وهذه مزمة لأنه القياس أي قياس على أنهم يأخذون ذلك من بتعطيل بيت مال المسلمين. قال لا القياس أصابوا ولا الخبر اتبع، وذلك أن كل صدقة وزكاة أوساخ الناس وغسالة ذنوب من أخذت منه هاشمين أو مطلبين، ولم يفرق الله ورسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ ذلك. قال صاحبهم أشد قولا منهم لأنه لازم ظاهر التنزيل وهو إنما الصدقات للفقراء. وأنكر كل الأخبار الواردة بتحريمها على بني هاشم بن المطلب، فلا ظاهر التنزيل لازم ولا بالخبر قالوا، المشكلة اتباع الهوى وانتصار المذهب. فالصحيح الراجح أنه يحرم على بني هاشم بن المطلب الصدقة، يحرم أكل الصدقة، هي لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تحرم عليهم الصدقة. قال أبو حنيفة تحل لهم صدقة التطوع والفريضة، وهذا خطأ بين، والآية ظاهرة قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة، إنما الصدقات للفقراء. لما يقول بذلك نقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاش الأنبياء لأنه نص ما تركنا الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل الصدقة من آل البيت كما ضرب الحسن وقال كخ إنها أوساخ الناس. طيب نقف عند هذه الفائدة، أسألكم لو لم يستقم بيت مال المسلمين ماذا يفعلون؟ دقيقة بعد الإجابة. بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، الآل كما قلنا لابد أن تفهم أنه لو قال آله وصحبه الصحب لا يدخلون، لو قال آله بقى كل مؤمن ينزل تحت يده لكن الصحب من باب أولى يدخلون. والآل أيضا لا يأتي لمعنيين، القرابة والأهل وأولاد العم. وقال بعض أهل العلم السنة أخذ صدقة التمر عند جداده، عند القطاف يأخذ صدقة وآتوا حقه يوم حصاده، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإن أخرجها عند محلها فسرقت أو سقطت. فقال مالك وأبو حنيفة يجزئ عنه لأن هذا وقت الجزاء، وهو قول الحسن وقول الزهري والثوري وأحمد، وهو ضامن لها حتى يضعها مواضعها. قال الإمام الشافعي كان بقي له من ماله ما فيه زكاة زكاة. والحق أن حجة الأولين إخراجها موكول إليه ومؤتمن على إخراجها، وإذا أخرجها من مالي وجعلت في يد كيد الساعي خلاص برئت ساحته، المسألة هنا قد برئت ساحته، سأنظر في الأسئلة بعد الدرس. أما إذا أخرها فهلكت، إذا أخرها بعدما حل الأداء وأخر وهلكت بتأخيره ضمن هي مضمون عليه، كما قلنا إذا تعجل وضعها تأكد كما قلت أنه يعني حل وتأكد الإخراج فلم يخرج وتأخر فيكون قد فرط، والتفريط لازمه الضمان، التفريط لازمه الضمان فيضمن. أما إذا تعجل وحتى لو هلكت في أيديهم قد برئت ساحته، قد برئت ساحته. طيب خاتمة لهذا الحديث العظيم، فيه أولا من السنة دفع الصدقات للسلطان وتبرأ الذمة بعد استلام الساعي أو ما بعثه ولي الأمر لأخذ الصدقات، ولكن في زمننا هذا الأولى أن ينفرد كل امرئ بإخراج زكاته. وأيضا من الفوائد الانتفاع بالمسجد في غير الصلوات،
كمجالس العلم، مجالس الذكر، أيضا جمع الزكوات وتفريق الزكوات الإخوة في رمضان، يعني جزاهم الله خيرا، كانوا يعني يعتنون جدا، يشترون صدقة الفطر كوكالة عن الناس، يعني يشترون صدقة الفطر ويعبؤونها في المساجد ويجعلونها في المساجد ويوزعون على الناس صدقة الفطر، فكان لهم عظيم الأجر. منعوا ذلك من هذا رمضان، وأيضا يعني ما جاء من الوباء وما حل بنا، يعني قد أدى إلى أمر نحن فعلناه، فالله جعل زاد علينا به، لأننا تشرذمنا فجعلنا الله أوزاعا. وكانت هذه الصلاة تجمعنا، القيام يجمعنا، صلاة العيد تجمعنا، يعني المناسبات تجمعنا. الآن ما في، ولله الحمد منا، لولا أن بعض الدروس جمعتنا لمات المرء، وقلبه قد يكون فيه ما فيه، لا سيما لنا معاصي نخلو بها ونقتقع منا. فيعني يعني الإحساس والشعور بالأخوة الإيمانية يقوي جدا الإنسان في السير على هذا الطريق الوعر، وهو طريق وعر جدا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، طريق امتلأ بالشياطين وامتلأ أيضا بالأحباء والأقرباء، لأن أيضا قد تؤتى من قبل من تراه أنت تحبه، وتراه قريب منك، وتراه قريبا منك، وتراه صديقا لك، وتراه يفرح لفرحك ويألم لألم. وفي الحقيقة الإضمار في قلبه يظهره الله بالمواقف، مواقف كشافة له حكم وشؤون. شوف ماذا قال عن المنافقين، أن الصحابة يعني يتألمون كيف لم يخرجوا معهم ويخشون من يعني الدائرة من أهل الكفر، وطبعا من كان الله معه فمن عليه، لكن شوف الله تعالى يبين لهم ويعلمهم ليعلموا حكمة الباري. قال: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني أنت ألا ترون لو كانوا أرادوا الخروج معكم ونصرتكم لعدوا العدة، لكنهم لم يفعلوا. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم هذا الذي أريده، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم. الله عليم بهذه الأحوال، لذلك المواقف كشافة في هذه المسائل. وأيضا الاجتماع قد تتآلف عليه القلوب وقد لا تتآلف عليه القلوب، ونحن في زمن لا يعلم به إلا الله جل وعلا، لكن يعني أقول: من نقى قلبه ارتقى، ويا له من دين لو أن له رجال، ويا له من دين لو أن له رجال. نعوذ بالله أن نحمل في قلوبنا لأحد كائنا من كان شيئا، لولا أن الله جل وعلا أمرنا بكراهية الكفار وكراهية الشيطان، والله ما كرهنا شيئا، إلا أننا نوالي ربنا ونوالي من ولاه الله جل وعلا، ونعادي من عاد ربنا ومن عاده ربنا جل في علا. في جواز دخول الأطفال المساجد، كانوا يلعبون، الحسن والحسين أخذ من تمر الصدقة حتى أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن يعني آل محمد تحرم علينا، لا تحل لنا الصدقة. وأيضا فيها دلالة على جواز معاتبة الصغير، بل وضرب الصغير ضربا هينا رفيقا لتأديبه وتعليمه. فيها أن الولي مسؤول عن مخالفات الصبي، يعني لو جاء الصبي مسبل إزاره فهو يرفعه، أو جاء لابسا للذهب أو للحرير وكان ولدا صغيرا فعليه أن يغيره. ولذلك أن على الولي الصغيرة متوفى عنها زوجها أن يجنبها الطيب والزينة والمبيت على المسكن في هذا الباب. لما؟ لأن النبي فعل ذلك مع الحسن، ضربه الحسن غير مكلف، لكن ضربه ضربا يسيرا وأخذ منه التمرة وقال: لا تحل لنا، وقال: لا تحل لنا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: جواز الاجتماع في المسجد وفعل ما يكون لصالح المؤمنين كجمع الصدقات والزكوات وتفريق ذلك على الناس، وعقد مجالس العلم والتدريس، وأيضا حفظ القرآن. اللهم ابعد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم نقي قلوبنا واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وكثير هي عندنا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا تمكن ماكرا منا ولا تمكن كيدا من الكائدين علينا، وأنت أرحم الراحمين. الصدقة تحرم على آل محمد وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جواز اصطحاب الأطفال في المسجد أو في المساجد. جواز اصطحاب الأطفال في المساجد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.